هاي، مرحبا بكم في فيديو جديد. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير. نتوما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم اللي كان صعيب عليا انني نصوره، ومازال دابا ما متاكداش واش غادي نكمل نصوره دابا ولا لا. بديت الصباح كنصور على اساس تبيو الناس، فقت ليا ما بقيت كنصور، غنوريكم مقطع في الاخر. كنت غنبان بواحد اللوك اخر، ولكن صافي بقات كتبكي، بقات كدير صداع باللعبه، كتلعب بواحد اللعبه فيها صداع، وحبست كلشي عاوتاني ومشيت حيدت الماكياج حيت كان باش نقصها بوجهي الماكياج. المهم قصه طويله. كما شفتوا من العنوان ديال الفيديو ديال اليوم، غادي يكون على الحمل والولاده في كوريا، قصتي انا شخصيا، وغنهضر على شي تفاصيل ما هضرتش عليهم من قبل، وامالطو انا جايكم في القصه والتفاصيل. غنهضروا على السيستم ديال السبيطارات هنا في كوريا، تكاليف مساعدات ديال الدوله. مهم غنهضروا على الموضوع زعما اون غرو. الا كنتم مهتمين يلا نبداو. نبدأ لكم من الاول، ملي فاش عرفت بلي انا حامله. دونك فاش عرفت بلي انا حامله، كنا مسافرين، كنا في جيجو، كان شهر العسل ديالنا ديال كوريا، و تما فين عرفت بانني حامله. والفان فاكت هي انه فاش دوزت العرس ديالي كنت حامله بنتي وانا ما عارفاش. هذه شي حاجه اللي مشكل حتى تكبر بنتي نقولها راك كنتي حاضره العرس ماماك وباباك. قلت لكم عرس فاش كنت في جيجو وتخلعت بزاف بزاف. هذه كانت لا رياكسيون ديالي انني تخلعت، وتفاجات وتخلعت. علاش تخلعت؟ لان الا كنتم متبعيني من شي عام دابا تقريبا غتكونوا عارفين بان ديجا دزت من ميسكاريج، وقال ما عارفش الريزن بالضبط، قالنا يمكن حيتاش تحركتي بزاف، انت يمكن من داك النوع اللي في الودي ديال حمالتك خصك ترتاحي وداكشي. فاول انا من السفر مشيت عند الطبيب اللي كنت مشيت عنده المره الاولى، عرف السجل ديالي وداكشي. دونك مشيت وكان ديك الساعه غير داك لو ساك، ما كان باين لا بيبي لا والو، لانني عاس بكري بزاف. ورجعنا للمدينه ديالنا حيت كنا في المدينه ديال الوالدين، فين ساكنين والدين اكرم. رجعت للمدينه فين ساكنه اللي هي ماشي المدينه اللي انا فيها دابا، ماشي السبيطار اللي ولدت فيه، كنا هضرت على كاع السبيطارات. مشيت لواحد السبيطار اخر. غتشوفوا دابا اللقطات هنايا هي فاش كونفيرماو لينا بلي كاينه سيبيول. دابا ندوزو للسيستم ديال السبيطارات في كوريا. دونك فاش كتمشيو كيديروا لكم واحد الكتاب، هذاك الكتاب كتجيبو معاك كل مره خاص بكم. انا نوريه لكم هذا الكتاب، هذا الكتاب كيبقى معاكم حتى من مورا ما كتولدوا، حيت كيكون فيه داكشي ديال الفاكسان ديال البيبي. دابا فاش كندي بنتي كناخذ معايا هذا الكتاب، فيه دي زانفورماسيون ديال كتبعي الحمل، فيه لي زانفورماسيون على الفاكسان. شوفوا هنايا فيه البرينت ديال سيبيول فاش يلا تزادت، وفي مهم دي زانفورماسيون زعما اللي كيعرف يقرا الكوري وداكشي. يا سيبيول هادي ما كانتش واضحه بزاف، كانت حتى واضحه على هذه. وقلت لكم هذا الكتاب كيبقى معاكم. عاوتاني واحد الحاجه زوينه، كاينه واحد الابليكاسيون اللي فما مشيتو، كاينه واحد الابليكاسيون دوك فاش كديري ديك ليكو، ديك لا فيديو ديال ليكو اللي كتشوفي مع الطبيب، كتسجل في هذيك الابليكاسيون دونك كتبقى عندك. هذه واحد الحاجه زوينه عاوتاني. دونك فما كتمشيو عندكم جوج حوايج كديروا فاش كتمشيو، توزنوا راسكم، كتعطيوهم الوزن ديالكم في كل فيزيت، و ضغط الدم. هادو جوج حوايج اللي كديروا كل مره فيما كتمشيو. هنايا في كوريا كيمشيو للطبيب بزاف، سورتو في داك الاول، كاين اللي ما كيمشي حتى كيدوز ديك 3 شهور ولا. هنايا في كوريا كيمشيو بزاف، كتمشي تقريبا كل شهر، وفي الاخر كتبقاي تمشي بزاف فاش كتكوني قربتي صافي تولدي. بالنسبه للمساعدات ديال الدوله للمراه الحامل، فكاينه واحد الباوتش اللي هي عباره عن كارت كتعطيها لك الدوله، كتسجلي مهم ابليكاسيون داكشي، كتدخلي لي زانفون ديالك وداكشي، وكتعطي لا بروف بانك حامله، وكيعطوك ديك لا كارت كيكون فيها مبلغ ديال المال كيختلف من جهه لجهه. وانايا داك العام اللي كنت حامله فيه 2021 كانوا شي تغييرات، وكان المبلغ طلع اكثر، وكان يمكن كان 6000 ولا 8000 درهم، وحنايا شدينا مليون. كنا شدينا مليون في ديك لاكارت. لاكارت كتبقاي تخلصي بها لوبيتال، دوك لي فيزيت ديالك ولا الدواء، ولا بقاتك منها شي حاجه كتخلصي بها حتى الولاده، سواء كانت طبيعيه ولا قيصريه. غنعطيكم تكلفه الولاده من بعد فاش نوصلوا لهذيك لافاس ديال الولد، وغنقول لكم شحال تقام عليا وداكشي الاقامه والولاده وكلشي. وعاوتاني كيعطيوكم فيتامينات
هيك عطوك بزاف، عطونا بزاف ديال الفيتامينات هذوك، عطاو فابور وعطوني واحد الباج مثلا الا ركبت في وسائل المواصلات، احط لكم صوره الباج الا باقا عندي وسائل المواصلات اللي ركبت فيهم، ندير هذاك الباج باش يعرفوا الناس بانني حامله، لو زعما باش كيسهلوا عليك الحال. واحد ستيكر كتحطيه ثاني في الطوموبيل باش الناس يعرفوا بلي انا هذيك الطوموبيل زعما راه فيها سيده حامله، على حساب الباركينغ، فاش باش تباركي راك راه لحقاش نتيا زعما باركينغ على حساب الحوام. بالنسبه لانهم كيهضروا لونجلي ما تيهضروش لونجلي مره، يعني خصك الا كنتي غتمشي بحدك خصك تكوني كتعرفي الكوريه، اولا غالبا راه غادي تمشي مع راجلك لان الحمل كيخصك انت وكيخص راجلك، ماشي انت حامله غادي تمشي بوحدك خصك تمشي انت وراجلك. دونك انا ديما كنت كنمشي انا وراجلي، كنا السبيطار اللي كنا فيه حنايا كان ممكن تمشي ليه السبت الصباح، كاين سبيطارات اللي وراجلي ما كيخدمش السبت الصباح، كاين سبيطارات اللي ماشي ممكن تمشي ليهم في السبت ما كيكونوش خدامين، حنا هذاك اللي كنا فيه كان كيخدم في السبت. بالنسبه للتعامل انا جربت ثلاثه ديال السبيطارات، السبيطار الاول هذاك اللي طرا فيه الميسكيريج كانوا شي ممرضات انا ما حملتهمش، ما عجبونيش تعاملهم، كانوا كبارات في العمر وما عجبنيش تعاملهم، بحال اللي تيتنفخوا عليك وتيزربوا عليك. اما السبيطار الثاني والسبيطار اللي ولدت فيه كانوا الممرضات ظريفات بزاف، دونك هكا دازت الحماله. دونك هادشي كتبقى تشوف لي رونديفو ديالكم، كانت واحد الوقيته كان خاصني نرتاح، ممكن كيطراو شي تعقيدات هكا ديال ما خصكش تجي دير راسك خصك ترتاحي، ممكن طرا ليا شي بلانات بحال هادو. دابا غادي ندوزو للولادة. دونك انا الولادة ولدت ولادة قيصرية، كما شفتو في الفلوق ديال الولادة الا مثلا ما تفرجتوش فيها وهنايا تفرجوا فيه فيديو زوين. انا اختاريت انني هنايا في كوريا كتختاروا واش تولدوا طبيعي ولا قيصرية، الطبيب ما تيدخلش، كاين في دول اخرين كيقول لك ممنوع تختاري القيصرية، القيصرية كتبقى الا تعقدات لك الطبيعية، اما هنايا ما عندهمش مشكل اختاري اللي بغيتي. انا لاسباب صحية فضلت انني نولد قيصري وما ندمتش عليها، صراحه ما ندمتش عليها، وانا زعما هذا ما كنصح حتى شي واحد يدير شي حاجه، كلها على حساب حالته الصحيه وكل يتحمل مسؤوليته. ولدت ولاده قيصريه واختارينا النهار 12/3، ولكن جاني الوجع في الفجر ديال داك النهار، انا كنت غنولد داك النهار مع 11، مع 11 كان عندي موعد الولاده، بنتي كانت زربانه ومع 12 الليل يلا ديت البال، مع 12 الليل داني واحد الوجع، بقيت كنقول واش هذا الوجع ديال الولاده ولا ماشي هو، ولا داك براكستون هيكس اللي كيكون وجع كادي. المهم بقيت بقى فيا الوجع، مع الوحده صافي بدات يتجهد، بديت كنحس بلي هذيك شحال ما بين وبين، واخا ما كنعرفش نحسبها مزيان، المهم بقيت نحسب، ما بان ليا صافي بدات كتقارب ما بين الوجع والوجع بدا كيتقارب. صافي مشينا نتصنت اكرم كان مسكين داك النهار، كان جا معطل من الخدمه، كان عنده خدمه بزاف، يلا كنعس بساعه وانا نوضو، طلع فيا الوجع، عيطت لهم قالوا لهم راه فيا الوجع، داكشي قالوا لي اجي، قال راه امتى غتولد، قالوا لي اجي ودابا. حماتي كانت كاينه معايا، حيت بقات جالسه معايا في داك الخير وجلست معايا حتى فاش ولدت شهر تقريبا صراحه وقفت معايا بزاف حماتي في ولادتي، عمري ما ننسى ليها داكشي اللي دارت معايا صراحه، حيت صعيب انك تكوني بوحدك في الغربه، ولكن هي كان ليها دور كبير في انني كنت مرتاحه وعاونتني بزاف بزاف بزاف. anyways المهم انا الا بقيت كنهضر غادي نوصلوا في شي نص ساعه ولا شي حاجه، حيت كاين بزاف ما يتقال هذا الموضوع ديال الحمل الوليد، كاين بزاف ما يتقال. مشينا السبيطار، كان خاوتي صفر ديك البلاصه اللي كتمشيو تولدوا فيها ما يمكنش تخليها شي حد اخر، كيكون واحد الباب اوتوماتيك، الناس خصهم يبقاو يتسناو برا. اون فيت هما شنو دايرين، كاين ليطاج، كاين لهاد الجهه فارقينهم، كاين لهاد الجهه، هاد الجهه كاين الولادات، المهم هو كان سبيطار دوز ايطاج، مي هذاك ليطاج اللي كتولدي فيه هاد الجهه الكشف وهاد الجهه ديال الولادات وفين كيحطوا البيبيز، والفوق كاينين لي شومبر، هكا كانوا دايرين الفوق كاينين لي شومبر. دخلت داروا لي هذاك، مو خليكم اللقطات اللي عندي، داروا لي هذاك اللي كيدير تخطيط القلب ديالك وديال البيبي، وصافي قالوا لي راه فعلا هذاك راه الوجع نيشان ديال الولاده، ماشي زعما فيك ولا شحال، الوجع ديال الولاده.
المهم كيفاش كتدخلوا بعدا كتلبسوا واحد اللبسه ديالهم ديال السبيطار، تكون شتوني لابساها وتشوفوا عندي دابا كتلبسوا هذيك اللبسه ديالهم وتيبداو يوجدوكم. واحد اللحظه خرجوني، المهم بعدا طرا واحد سوء الفهم، ماش نقدر نقولوا في يوتيوب، مي طرا واحد سوء الفهم بسبب اللغه، حيت انا كنت مني الممرضه. بعدا شحال كثرت فيا الهضره انا فاش ولاو فيا الوجه، شحال كثرت فيا الوجه كان، شحال كثرت فيا الهضره وكنهضر بالكوريه مازال. خرجوني واحد اللحظه حماتي عند حماتي واكرم، وانا ما فهمتش بلي صافي غندخل نول، وانا نقول ليه شنو علاش علاش جيت لعندكم زعما، قال لي راه صافي غتولدي. ما كنتش عارفه انايا، تصدمت، قال لي راه صافي غادي تدخلي تولدي. قلت له وصافي، وكان عندي التليفون وانا عطيت التليفون، قلت له ما تنساش تصور هادشي اللي قلت انا قبل ما نولد، قلت ليه ما تنساش تصور. وصافي دخلوني المهم كانوا داج كي المهم جا عندي اصلا الطبيب قبل، جا عندي قال لي جيتي ياك ماشي غتولدي 11 جيتي بكري. قلت له جيت بكري مزيان، اللي كان بعدا داك النهار الطبيب ديالي اللي غيولدني كان اصلا تما. دخلوني لواحد القاعه نوصف لكم شويه باش البنات اللي كاينين زعما في كوريا ولا هنا يكون عندهم فكره. دخلوني لواحد القاعه هكا ما في دوك الدواوات ديال العمليات، كانوا جوج ديال الممرضات تما كيوجدوا، ودخلتني انا ممرضه واحده اخرى، الطبيب كان مازال ما جاش، كانت مع واحد الراجل كبير هذاك البناج، داكش تحركي راه غيديروا لك هذيك الابيدورال، داروها لي ما حسيتش بها حيت بزاف الناس كيقول لك كضرك ولا المهم كيسولوا على هذا السؤال واش كضر الابيدورال، ما كضرش كاع، ممكن يقول لك غير ما تحركيش حيت خطر الا تحركتي، دونك دارها ليا وصافي تسكيت جو كخوا ومانيش عاقله مزيان، مي كيشدوا لكم يديكم كيربطوا لكم يديكم، حيت انايا ولدت ب زعما تخدرت كامل، ماشي تخدير نصفي، تخدير كامل، ما عرفتش واش كيديروا تخدير نصفي اصلا، مي انا اصلا قلت لهم انا بغيت تخدير كامل حيت خفت من رياكسيون ديالي، انا كنتخلع دغيا، كنتخلع كاع داكشي اللي له علاقه بالتصبيب كنتخلع منه دغيا، دونك خفت نبقى نرجف ولا شي حاجه ويكون شي سايد افيكت. سمعت واحد القصه ديال واحد البنت، المهم من تما غبت على الوعي حتى كنفيق وكنشوف اكرم بحال هكا جاي، وجابوا لي بنتي حدايا، فقت كل اللي كان نرجف ما عقلتش انا ديك اللحظه شنو، مي قال لي اكرم تخلعت انا في ديك اللحظه، قال لي عادي غير كنرجف غير كنحرك في يديا كنطلعهم هكا بلا كونترول، وكنقول لاكرم واش رجلي طالعه واش رجلي اليمنى طالعه بحال زعما حطها بحال هكا، كيقول لي لا رجلك مسرحه، كنقول له راه ما حساش بها، ما حساش برجلي، عرفتي واحد الاحساس في الشكل انك ما تحسش برجلك، كنقول له راني ما حساش بها، انا كنحرك يدي وما عرفتش نحرك رجلي، قلت له ما حساش بها، وعاتي كنخربق في الهضره، وجابوا لي البيبي حدايا باش نشوفها، بان لي منها غير شي شويه لان انا اصلا ما كنتش كاع في وعيي. المهم اكرم خلاص دخل، الاب كيدخل كيقطع هذيك لاكورت وصافي، ومن تما طلعوني لا شامبر ديالي، عاد صحصحت من بعدها شي شويه، عاد الفيديو اللي شفتو في يوتيوب. نرجعوا للبلان ديال السبيطار، انا جلست 6 ايام في السبيطار، جلست معايا اكرم، لا شامبر راكم شفتوها كي دايره، الماكله كتكون كتشربي هذيك الشوربه ديال حساء اعشاب البحر، كتشربيها كل نهار صباح وعشيه بالليل، صباح وعشيه بالليل، صباح وعشيه بالليل، و كتكون خلاص ماكله منوعه، والروز كاين، ماما ما بغاش تدخل ليها في الراس، علاش يعطيو الوحده ناسها الروز، قالت لي الروز ما خصوش يتكال، زعما ما خصكش تاكلي الروز حيت كيأثر على المعده. الممرضات كانوا ظريفات، غير هما كل ساعتين يجيو يفرعوا لك بخك، كل مره كيجيو يقيسوا لك الضغط، كل مره كيشوفوا لك السيروم، كل شي ساعتين يمكن، كنتي ناعسه كنتي فاقه كيجيو بالليل، يجيو بالفجر، يجيو مهم كيجيو بزاف، كيجيو بزاف بزاف. كاين خلصت على واحد البوماد، كل مره كيدير لكم منها شويه، هذيك لا بوماد حتى هي كانت غاليه، انا غنسول اكرم واحد لكم التكاليف، هذيك لا بوماد كانت غاليه كيديروها، هذا بالنسبه للقيصاري كيديروها لهذيك الجرحى، كل مره كيدير لكم منها شويه حتى كتساليها قبل ما تمشي. بنتي فقط نفاح ما ماما، غنحاول نكمل لكم الكمالة دغيا، لانه للاسف فقط نص ساعه فقط. كتشوف في المرايا، فقلت لكم كانوا ظريفين، الطبيب ظريف، الطبيب انت اللي كتمشي عندهم ماشي هو اللي كيجي عندك، وعندهم ديك القضيه عاوتاني ديال البيبي، انت اللي كتمشي عندهم كيجيبوكش البيبي لا شومبر،
انتي اللي خصك بالنسبه للناس اللي والدين قيصري هما. انا شفت بنتي يمكن حتى النهار الثاني بالليل، النهار اللي ولدت فيه ما شفتهاش الغد ليه يمكن حتى هو ما شفت الثاني ولا الثالث، انا عاد شفتها ما عقلتش. المهم ضروري نتوما اللي كتمشيو لديك لا شومبر غنحط لكم دابا واحد التصويره ديالها ولا فيديو باش تشوفوا كي دايره هذيك لا شومبر، فاش كتمشيو تردعوا وكيبقاو كيبقاو يعيطوا لكم في التليفون، كيكون عندكم التليفون في لا شومبر كيبقاو يعيطوا لكم الا كنتو غادي تردعوا زعما رضاعة طبيعيه، كيعيطوا لك في الليل كيعيطوا لك في الفجر كيعيطوا لك. المهم مرات اللي ما كنتش كنقدر نمشي فيهم كنقول لهم صافي غير دعوها على الحليب العادي، راه اصلا بداو بها بالحليب ديك اليومين الاولى. بالنسبه للتكاليف انا غنسول اكرم، كنظن الولاده بالاقامه ديال 6 ايام والماكله اقامه ديال اكرم معايا كنظن ايراني عاقله 1,20,000 ريال تقريبا مغربي، 1,20,000 ريال ولا 1,40,000. انا غنسول اكرم غنكون حاطه لكم هنايا السعر الصحيح، وكيعطيكم سبيطار كيعطيكم كادو او غتشوفوا دابا هذا اللي كتشوفوا فيه دابا هذا هو الكادو اللي عطاونا، وهذا اون غرو موراها كترجعوا سيمانه مورا ما كترجعوا زعما فاش كترجعي للدار كترجعي الفيزيت الاولى مورا سيمانه، الفيزيت الثانيه مورا شهر، الفيزيت الثانيه يمكن مورا 3 شهور ما عرفتش انا ما رجعتش مازال لحد الان ما رجعتش مع بنتي، داكشي ما كانش اللي شدها ليا، كنا كنخافوا على كورونا ديك الساعه صافي ما بقيتش رجعت، راني ناويه نرجع قريبا. فكنظن هادشي كلشي، حاولت نحكي لكم شويه القصه ديالي ما كنتوش عارفين التفاصيل ونقول لكم شويه على السيستم. ف لانكونفينيون انا بالنسبه ليا هو انهم ما تيهضروش اللغه ديما، كاينين مثلا بنات اللي ما ممكنش رجالهم يجلسوا معاهم، انايا من حسن حظي انا راجلي قدر يجلس معايا ديك السيمانه كامله، وكاين كاين اللي كيدير هذاك لو سونتر بالنسبه للناس اللي ما عندهم حتى شي واحد، كاين واحد لو سونتر سميتو جوري وول، هاد لو سونتر كيهتموا كيشدوا لك البيبي كيهتموا بيك، كاين فيه الماساج كاين فيه ممكن فيه بزاف ديال الحوايج اللي كيساعدوك بانك تبراي مزيان، وفيه يمكن كنظن الثمن ديالهم على حساب كنظن بادي من 1,000,000 في السيمانه. انا ما درتش هذاك لان كانت حماتي معايا ما كنتش باغا نجلس فيه بوحدي، لان ما كانش ممكن يجلس معايا شي اكرم ولا شي حاجه، كان خصني نجلس بوحدي وانا ما بغيتش نجلس بوحدي، كنت باغا نرجع للدار. انا اصلا جلست سيمانه في السبيطار ونزيد نجلس كيبداو يربي من 10 ايام ماشي حتى من سيمانه، 10 ايام مليون 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 كنظن كيبداو من 10 ايام ما كاينش قل، ونزيد 10 ايام في بلاصه اخرى انا كنت باغا نرجع لداري وبنتي تشوف لونفيرون زعما دارها لونفيرونمون داكشي. دونك انا ما درتوش، كانت جالسه معايا حماتي تحكي لي البنات اللي دازو منه وقال لك زوين زعما كترتاحي فيه وداكشي، سورتو اللي ما عنده حتى شي واحد. شنو تاني ممكن كاينه واحد هذا يمكن داخله في المساعدات ديال الدوله كنظن، يا فابور يا منقصين في الثمن، يمكن منقصين في الثمن انه تجي سيده عندك للدار وتعاونك في الدار طيب ليك ترد البال البيبي. تادي اكرم كان باغيني نديرها وانا ما بغيتش، ما جاتني ما غنرتاحش مع شي كيكونوا اصلا نسا كبارين زعما، دونك قلت لي لا ما بغيتهاش. دونك هادو هما الخدمات اللي تيقدموا في كوريا. دونك الفيديو كان طويل ولكن كانت فيه زعما قصه زوينه، شاركت معكم قصتي قصه ولادتي الزوينه هذه، طلي عليهم بنتي طلي عليهم اهي ما تبكيش. صافي هادشي اللي كاين، هادو هما المساعدات اللي كيعطيو هكا كانت ليكسبيريونس ديالي الحمد لله. دابا بنتي راه عندها 12 في هاد الشهر غادي دير 7 شهور، سبحان الله الوقت كيجري دغيا. الله يرزق كل وحده محرومه والله يرزق كل وحده باغا وليدات، لان بصراحه هاد النعمه كبيره وصراحه كيزينوا الحياه وحب، وانك حبهم زعما حب من نوع اخر، ما كاينش واحد الحب بحال الحب ديالك البيبي ديالك صراحه في شكل، والحب ديال البيبي ديالك ليك. نتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو ديال اليوم وتعرفتوا شويه على ليكسبيريونس ديالي ومعلومات على كوريا اكثر في هذا المجال. نشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، تهلاو في راسكم سبيرا ليتسي انيان سبيرا هير انيان باي باي. تسديت الفيديو عاد بدات كنضحك سيبيان سيبيان ديما ضحكات